إذن عن أزمة الوقود التي يشهدها العراق وأسبابها وتداعياتها معنا عبر سكايب من لندن الخبير النفطي والاقتصادي دكتور مصطفى البزركان. مرحبا بك دكتور مصطفى، حياك الله. هناك أزمة وقود إذن كما شاهدنا وتابعنا في عدة محافظات عراقية، كيف يمكن دكتور مصطفى أن نفهم ذلك وما يحصل في العراق وهو كما تعلم يعني ثاني بلد من بلدان العالم في احتياطي النفط؟ بداية مع الأسف يحصل هذا في العراق، ولكن هي الأزمة القديمة الجديدة. هذه الأزمة منذ أكثر من 14 عاما يعيشها العراقيون بسبب تصدير غير رسمي وتهريب المنتجات النفطية وحتى النفط الخام إلى إيران، وليس إلى إيران فقط، تركيا وحتى سوريا. يعني هذه لابد من توضيحها. هناك نقطة أساسية وهي عملية الفساد، هذا الفساد المستشري الذي المسؤول لا يأخذ بالاعتبار مصلحة البلد، مصلحة الشعب، وكأنما إثارة هكذا أزمات لإشغال الشعب عن اهتماماته، وبالتالي ينشغل المواطن ب يعني طابور الانتظار لساعات طويلة ولم يأتي يعني دوره. هذه جميعها كأنما هي تخلق لإشغال المواطن. هذه نقطة. النقطة الثانية، شهدنا خلال العقد والنصف الماضية حتى تفكيك محطات تكرير وتهريبها إلى خارج العراق. هذه نقطة. النقطة الثانية، شهدنا وسمعنا من عدة وزراء نفط متتاليين وعود بإقامة محطات تكرير ونبدأ نصدر رسميا إلى دول الجوار، ولم يحصل ذلك. لابد أنه هناك، ليس هناك أي استراتيجية، ليست هناك أي برنامج لعمل الوزارات في هذا الوقت. يعني كما تفضل دكتور مصطفى، المضحك المفكي أن يعني النفط يهرب إلى إيران وبعض الدول الأخرى كما تفضلتم، ثم تستورد الحكومة المشتقات النفطية أيضا من إيران. كيف السبيل يعني لإنهاء هذه المشكلة؟ هل بالسيطرة على أعمال التهريب؟ يعني هل يمكن السيطرة برأيك على أعمال التهريب في العراق؟ أقولها وأكررها من شاشتكم وشاشات أخرى عراقية، لابد من مكافحة الفساد. الفساد مستشري، لا يمكن إقرار أو يعني المسير على برنامج إصلاحي بوجود الفساد والفاسدين. لابد من معاقبتهم وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه أنه يتخذ الفساد مسارا في حياته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي البرامج الحكومية؟ لا أعتقد أن هناك برامج. على سبيل المثال نخرج قليلا، يعني قبل أسبوعين ثلاثة وبدأت أيضا لا ننسى أزمة القمح، وكان هناك متحدث لوزارة التجارة يقول أنه بسبب الأزمة التي والحرب التي في أوكرانيا وروسيا، وبعد ذلك من كلامه نفهم أنه العراق لا يستورد الحنطة لا من روسيا ولا من أوكرانيا، يستوردها من أستراليا والولايات المتحدة وكندا. هذا دلالة على أنه ليس هناك برامج، وبرامج طوارئ. حتى المفروض وزارة النفط لديها برامج طوارئ يعني تهيئة موارد وتهيئة نفط مكرر وحاجة المواطنين إلى النفط والبنزين. يعني من كلامك أيضا دكتور مصطفى، سياسيا هل يمكن تفسير أزمة الوقود في العراق مع ضعف الإنتاج إلى سياسة المحاور التي بدأت تظهر بعد الحرب الروسية على أوكرانيا؟ أي يعني أنا لا أفهم ولا يعني ما أعتقد أنه هناك تأثير الحرب الأوكرانية والمحاور التي ظهرت. هذه على المستوى السياسي قد يكون، ولكن نحن نتكلم على المستوى الاقتصادي. هذا الفساد المستشري، ليس هناك خطة اقتصادية، ليس في النفط، في وزارة التجارة، في الوزارات الأخرى. لابد من وجود، يعني سمعنا وأنه سيد رئيس الوزراء قال هناك المجلس الاقتصادي يجتمع لمراقبة الأحوال الاقتصادية. لم نشهد أي قرارات، ونحن ندخل الآن نتوجه إلى شهر رمضان. شهر رمضان المفروض كل عام يكون هناك دراسة لحاجة المواطن لما يحتاجه، ورأينا أنه ليس هناك من يضع هذه السياسات ويطبقها. يعني منذ الغزو الأمريكي وحتى الآن لا نرى إنتاجا نفطيا أو حلا لهذه المشكلات. ومن ذلك أيضا مثلا لجان برلمانية سابقة اتهمت أحزابا متنفذة في العراق بمنع تشييد مصافي للنفط. يعني من له المصلحة في هذا المنع طالما هو يحل مشكلات في العراق؟ ما دام سألت هذا السؤال دعني أوضح نقطة، أنه منذ العام 2006 ولحد اليوم قانون النفط والغاز لم يمرر، ليس هناك اتفاق عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك جذب وشد بين الحكومات وبين مجلس النواب.
أتمنى مع انتخابات ومجلس النواب الجديد لابد أن يكون هناك تعاون تنسيق وليس الند بالند مع الحكومة. لماذا؟ لأن الحكومة المفروض تنتخب لخدمة الشعب كما هم أعضاء مجلس النواب يخدمون الشعب، ولذلك شهدنا هذه التعارضات وليست لمصلحة الشعب أبدا. يعني ننتقل إلى أيضا جانب مهم يهم المواطن العراقي، يتحدث به المواطن العراقي، يعني ما قصة البنزين الاعتيادي أو العادي والبنزين المحسن وهذا التفاوت الكبير بالأسعار بينهم؟ هل ترى أن هذا الملف مثلا يعني أيضا يتخلله فساد مالي في داخل العراق؟ أنا لا أعتقد أنه أي عملية موجودة في العراق ليس هناك تأثير للفساد والفاسدين، هذه نقطة. النقطة الثانية، في كل أنحاء العالم هناك نوعان من البنزين، هناك البنزين المحسن وهناك البنزين الممتاز، ولكن هذا يحتاج إلى إضافة مواد، قد يكون هذه المواد هناك شحة وهناك عدم تنظيم في المواد بالنسبة للبنزين الممتاز أو البنزين العادي، أو عملية يعني بيع وتهريب البنزين الممتاز والبقاء أو العكس على البنزين العادي. دعني أوضح نقطة وأكررها، الفساد والفاسدين، إن لم يتم القضاء على الفساد والفاسدين سيستمر العراق بهذا المسار ولن يتغير أي شيء. في ظل ما يحدث يعني أخيرا دكتور مصطفى، في ظل ما يحدث من اضطرابات، إذا تفاقمت هذه الأزمة ولاحظنا هذا الاصطفاف الطويل للسيارات للحصول على الوقود خصوصا البنزين، وهناك حالات إضراب، هناك قطع طرق في بعض المحافظات، يعني من حق المواطن أن يتذمر ويعبر عن رأيه لإيجاد حل لهذه المشكلة. في حال استمرت هذه المشكلة ونحن مقبلون أيضا على شهر رمضان المبارك، ما الذي تتوقع أن يحصل من تطورات؟ يعني أنا أتمنى أن يستمر هذا الأمن المجتمعي، ولكن بالتأكيد الحاجة يعني ضروريات الحياة، هذه نقطة. والنقطة الثانية، المواطن أيضا يدرك العراق هو ثاني بلد منتج للنفط ومصدر للنفط في دول أوبك، يعني عملية غير مقبولة لو بلد يستورد النفط طيب، ولكن العراق والمواطن واعي يعرف لماذا، فبالتأكيد لابد من إيجاد حل أو ستكون هناك اضطرابات، وبالتالي لابد من أخذ المسؤولية من جانب أعضاء مجلس النواب وإقرار قرارات لتهدئة الأسواق ولتهدئة المواطن، وبالتالي تحقيق ما يعني من حقوقه المشروعة في هذه الأيام بالذات. يعني مثلا أي القرارات التي تراها مناسبة أن يتخذها مثلا مجلس النواب والحكومة لإيجاد مشكلة ولو سريعة وقتية لما يحدث؟ أنا أعتقد أنه مجلس النواب هناك في هيئات، هناك في لجان، كل لجان مختصة في ميدان، هذه اللجان لو يكون هناك تنسيق مع الوزارات بالتأكيد سيكون هناك حل. لماذا؟ لأنه يتحجج أحد الوزراء أنه ليس هناك تخصيصات مالية، لم يوافق على البرلمان أو أعضاء المجلس النواب على الميزانية، هذه نقطة أساسية، لابد من إقرار الميزانية وبالتالي كل وزارة تأخذ مخصصاتها، وبالتالي لا يكون هناك مبرر أو عذر لعدم تنفيذ أي قرارات اقتصادية. إذن شكرا جزيلا لك عبر سكاب من لندن الخبير النفطي والاقتصادي دكتور مصطفى البزركان، شكرا لك. شكرا لكم.